السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم البطاطا المحشية من الداخل والمقلية، واللي يعشقوها الكبار قبل الصغار، وإن شاء الله تكون رايحة تعجبكم. هكذا نديروها في رمضان، رفقوا المائدة تاعنا الرمضانية. نسحقوا في هذه الوجبة عندنا البطاطا اللي نحكو نقشروها ونغسلوها مليح ونقطعوها إلى قطع تكون كبيرة، خدمش من بعدها راحين نلحوها. درناها في الماء والملح ودرناها على النار وخليناها تغلي حتى تطيب. كامل نعرفوا كيفاش تطيب البطاطا، نحوها ونديروها تقطر من الماء، نقطروها نهائيا. بعد ما نشفت لي مليح من الماء حكمت مرستها ووجدت لها البصلة والثوم والفلفل الحار، نديرهم في الميكسر نرحيهم ونضيفهم للبطاطا تاعنا مع المعدنوس. نضيف التوابل، وكل واحد عنده توابل تاعو الخاصة. أنا درت الفلفل الأكحل، درت البابريكا، درت شوية كزبر والملح ما ننساوش. نجمعهم كامل مع بعض، نخلطهم مليح، نجيب الكفتة تاعنا نداويها، ندير فيها شوية كزبر، شوية فلفل الكحل، الملح، نديرو شوية بابريكا، تحبوا تزيدوا لها شوية حار اللي يحب الحار باش تجيهم حارة، ونخلطهم مليح مع بعض ونحكم نشكلها كريات. بصح ما نقليهاش، انا نحب نفورها. البطاطا نقلوها ونزيدو هذه نقلوها تولي الدنيا بزاف في الزيت، الوغ باش نتجنب شويه دهون نحكمو نفوروها. دهنت الكسكاس تاعي بالزيت باش ما تلصقش فيه الكريات ونفورها، خليها حتى تطيب 20 دقيقة. كريات الكفتة تاوعي طابو، نجيب البطاطا تاعي اللي مرستها قبيل، ندير كريات نصبطها وندير فيها حبات الكفتة. ندير نفس الطريقة وندير الكفتة ونحطها على جنب. حبيت نخلط شوية اللي ما عندوش الكفتة، درت موتزاريلا، وحبيتوا تديروا اي فرماج اخر ودرتها على جنب مع الاخرين. ثم خلطت الكفتة وخلطت الفرماج. هنا كسرت البيض، درتهم في البيض ومن بعد درتهم في لاشابيو باش كي نقليهم ما يتحلوليش.
نكمل الكرية تاعنا كامل. حضرت مقلة ودرت فيها الزيت، سخنته مليح ووجدت بابي تاعنا لي يشرب الزيت. بعد ما سخن لي الزيت كامل درت الكريات تاوعي وطيبتهم على الجوانب كامل، حمرتهم لان البطاطا طايبه والكفته تاعنا طايبه والفرماج ما يسحقش باش يطيب. الوغ تحمر لين حمر على كامل جميع الجوانب ونحطها فوق الورق اللي يمتص شويه الدهون، وبعدين نشوفوهم في طبق التقديم مع بعض. حاولوا نفتح واحدة، هذه الزهر طحنا فيها تاع الكفتة وكاين دي داخلها موتزاريلا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. الى اللقاء في الفيديو الاخر ان شاء الله.